السلام عليكم مرة ثانية. بدأ تسجيل المحاضرة، محاضرتنا اليوم المحاضرة الثامنة، مادة الأجهزة الطبية جروب A، محاضرة الإنفانت إنكوبيتر. الإنفانت إنكوبيتر منو شايفها؟ منو سامع عنها؟ منو يعرف شنو هي؟ مرتضى موجود؟ مرتضى ما موجود. شنو الإنفانت إنكوبيتر طلاب؟ طيب إذا أشوفكم صورتها يقدر أحد يجاوبني؟ هذا الإنفانت إنكوبيتر. الخدج الخدج من اللي قال الخدج؟ مريم؟ اي نعم دكتور حاضنة الأطفال حاضنة دكتور حاضنة حاضنة الأطفال هي إنفانت، إنفانت يعني طفل، إنكوبيتر يعني حاضنة. مريم أحمد رحيم مو؟ نعم دكتور شكرا مريم. حاضنة الأطفال أو الخدج يسموها إحنا يعني بالمصطلح العام. حاضنة الأطفال مثل أي حاضنة موجودة، مثل الحاضنة اللي أكو طالب اسمه مرتضى كان مسويها للمفقس الدجاج مثلا، هم يعتبر حاضنة. مثل الحاضنة اللي نوفرها للبكتيريا بالووتر باث، وكنا نوفر بيئة حاضنة. حاضنة الأطفال مهمتها الأساسية أنه توفير بيئة حاضنة، بيئة مناسبة ملائمة للطفل. أغلب استخدامها هو للطفل الخدج اللي ينولد قبل وقته. إيش قد تقريبا هو الوقت الصحيح للطفل حتى ينولد به؟ أحد يعرف؟ 19 19 دكتور 9 أشهر الصراحة 9 أشهر وعشرة أيام. 9 أشهر وعشرة أيام، مو 9 أشهر، أو تقريبا 10 أشهر قمرية. 9 أشهر وعشرة أيام. إذا انولد الطفل قبلها 8 أشهر ونص، 8 أشهر، 7 أشهر ونص، 7 أشهر، هذا يعتبر طفل مولود قبل أوانه، طفل ما مكتمل نموه بشكل الكافي. طفل مي جسمه غير مستعد لتحمل الظروف الجوية العادية، فنخليه داخل جهاز، هذا الجهاز يوفر له نفس الظروف اللي كان بيها، الظروف اللي هو كان داخل الرحم، نوفر له نفس هاي البيئة اللي هي ايش تتضمن عندنا بيئة الرحم؟ درجة درجة حرارة، الحرارة درجة حرارة، رطوبة، تغذية وهواء تغذية، نقي رطوبة، أكسجين أكسجين، حماية إلى آخره. فالإنفانت إنكوبيتر هذه بيئة عازلة بنفس الوقت، تحمي الطفل من تغيرات الجوية، يعني تيار هواء يبقى يفتر يفوت عليه هواء إلى آخره، فهي بيئة حاضنة تحمي الطفل من التغيرات الجوية، توفر جو مستقر ثابت داخل الحاضنة بدرجة حرارة معينة، برطوبة معينة، تراقب الطفل إذا ازدادت درجة حرارته، إذا قلت درجة حرارته، توفر أكسجين أكثر من يعني الموجود بالهواء في بعض الأحيان، مونيتورينج للطفل قلناها. بعض الأحيان يحطون اللي هو جهاز، الأغلبية تسميه ماله بصفار، اللي هو اليوفي على مود يعالج اليرقان او الابصفار. فهي هاي الانفانت انكيوبيتر هاي مهمتها الاساسيه. بما انه احنا دا نقول انه هي توفر حراره ورطوبه، فهندسيا شنو لازم يكون بها؟ ثرموستات. الثرموستات علي عادل بعد. هيتر. سماعات، سماعات هيتر تقول أهم فقرة قبل الثرموستات هيتر، وعلي عادل قال فان، فان على مود تداور الهواء. 3 نقاط مهمة حاليا للحفاظ على الحرارة. شو يبقى عندنا؟ إيه علي؟ علي محمد؟ دكتور تايمر. تايمر، تايمر، ممكن تايمر صحيح إلكترونيا هاي بالكنترول بانل. الرطوبة، الرطوبة شلون نوفرها؟ منظومة. نعم أحمد. منظومة حرارية دكتور أمينة. منظومة حرارية أحمد. الشهد حيدر، الرطوبة شلون نقدر نوفرها بهيجي بيئة؟
يعني بالانفانت انكوبيتر. شاهد عدي لها شرح دكتور، اشرح لك اياها منظومه الرطوبه. بس دقائق احمد، خلينا نشوف شاهد حتى اذا ما موجوده نطلعها من الكلاس. شاهد أحمد آخر مرة أسألك قبل لا أطلعك من الكلاس. عفوا شاهد حيدر محمد. شاهد حيدر تسمعيني؟ شاهد شاهد حيدر ماكو، خلينا نطلعها من الكلاس ليش باقي معنا. نرجع. اي احمد، شنو منظومة الرطوبة اللي حتصير؟ دكتور، منظومة الرطوبة تتكون منظومة الرطوبة من حوضين، أحدهما الهواء الجاف والآخر الماء المقطر. تقوم المروحة بسحب الهواء من المحيط الخارجي ودفعه إلى داخل الكابينة عبر المرشح. عند مرور الهواء الخارجي إلى الحوض، الهواء الجاف والماء المقطر يتبخر الماء فتزداد نسبة الرطوبة داخل الكابينة. وتوجد فتحة في الحوض فائدتها التحكم بنسبة الهواء أو الماء التي تتعرض للتيار هواء ساحب، أي يتم التحكم بنسبة التبخير وبالتالي التحكم بكمية الرطوبة المرغوب بها. يستبدل الماء المقطر كل 24 ساعة، ويوجد مسخن يعمل تسخين هواء الساحبة لتسريع عملية التبخر وبالتالي زيادة الرطوبة داخل الكابينة. عاشت ايدك احمد. احمد انت شنو مسوي تقرير عليها؟ دكتور، أنا عندي ملزمة اسمها حاضنة الأطفال، ماخذها بالسادس. ها انت صناعة يعني. إيه. احمد جاسم، عاشت ايدك احمد، خلي ناخذ بلس 1. الموضوع مثل ما ذكر احمد، هسه انتم عندكم مبردات بالبيوت؟ أكيد دكتور. أكيد دكتور أحمد عبد الله. المبردة فكرتها أنه نمرر هواء على مي، بس المي شوية درجة حرارته أقل من الجوف فيبرد عندنا الهواء وتصير عندنا المبردة، بس بنفس الوقت المبردة تعطينا رطوبة جدا عالية، وهذا الشيء اللي كنا نعرفه. ففكرة الرطوبة أو منظومة الرطوبة عندنا بالحاضنة أنه إحنا نمرر هواء طبعا حار، يعني لأنه مر على هيتر، الهواء ده مسحوب من فلتر على مود يفلتر لنا كل الجراثيم والبكتيريا والاوساخ والاتربه الى اخره. يمر الهواء فوق خزان مائي راح يسحب من خلال الرطوبه، لانه رطوبه نسبه المي بالهواء اقل من نسبتها بالتانكي، يعني نسبه الرطوبه تصعد الرطوبه مع التيار الهواء ويمر للطفل. بداخل الانفانتي انكوبيتر عندنا حساس رطوبه وعندنا حساس حراره، يتحسس لنا ايش قد صارت الرطوبه والحراره، وبالتالي يتحكم لنا بمرور الهواء، يتحكم لنا بالحراره، يتحكم لنا انه الهواء نمرر على الخزان الجاف لو الخزان الرطب. هذا الشيء كله من خلاله نقدر نتحكم برطوبه وحراره الانكوبيتر. فسهنا انا تعريفها او شرح عنها. infant incubator، neonatal incubator. neonate اللي هو حديث الولاده او الخدج يسمونه neonate. الانفانت هو طفل، بس حاليا الانفانت يعني تستخدم لما اكبر من النيونيت، يعني النيونيت هو مولود ما قبل التسعة اشهر خلينا نقول، والانفانت او البيدياتريك يسموه ما بعد تسعة أشهر. فالنيونيت انكيوبيتر is a rigid box-like enclosure، هي حاضنة أو حاوية شكلها صندوقي مثل ما شفناها، شكلها صندوقي وصلبة، طبعا ما مصنوعة من الزجاج، مصنوعة من البلاستيك الأكريليك. هذه الحاضنة in which an infant can be kept in controlled environment، نقدر نخلي الطفل بداخلها ضمن بيئة متحكم بها.
بيئة متحكم بها. هي هاي فكرة أنه توفر لنا بيئة متحكم بها. For observation and care. أول شيء إحنا نراقب الطفل، عندنا أجهزة مراقبة ومونيتورينج للطفل. And care نقدر نوفر له الرعاية من خلال هذه الفتحات، فتحات السيرفس يعني. هاي من خلالها الممرضة تفتحها تدخل إيديها تطي أبرة للطفل، تطي غذاء، تقلب الطفل تشوف إيش بيه ما بيه، حتى لا نضطر نفتح الباب ويتغير الجو داخل الانكيبيتر، نفتح أقل ما يمكن من الفتحة حتى ندخل إيد الممرضة وتقدر تعالج الطفل. هاي دي تشوفون هنا حتى تعلاقة مع المغذيات على مود إذا الطفل يحتاج نورمال سلاين وإلى آخره. فهي توفر أن نقدر بيئة متحكم بها من أجل المراقبة والرعاية. الجهاز may include a heater, fan, container for water. قبل شوية شرحنا الهيتر والفان والكونتينر الماء to add humidity. Control valve through which oxygen may be added. في بعض الأحيان أكو حتى صمام على مود نتحكم بكمية الأكسجين اللي داخله، بس أغلب الأحيان ما يخلون أكسجين. بس بالرغم من أنه إحنا ما ندخل أكسجين، لازم عندنا حساس أكسجين داخل الحجرة يراقب لنا مستوى الأكسجين داخل بالهواء اللي داخل الحجرة، جدا مهم. And access ports for nursing care. The access ports هن ذن اللي شفناهن داخل النيرس إيديها حتى تعالج الطفل. Principle of operations مبدأ العمل. The new nate الطفل lies on a mattress. الماترس هي مخدة أو يعني الفراش اللي نام عليه. In the infant compartment حجرة الطفل which is enclosed by a clear plastic hood. الهود هي بلاستيك هود، هي هاي البلاستيكية الشفافة الكل ده تشوفها، هاي بلاستيك أو تنصنع من أكريليك يعني بالحقيقة، شفافة قوية ما تنكسر بسهولة، تتعقم إلى آخره. Most incubators have hand access ports with doors. نفسها هي هاي المكان اللي ندخل النيرس تقدر تدخل إيديها من عندها، هي هاي باب بنفس الوقت تقدر تفتحها للباب كلها تطلع الطفل أو تخلي طفل ثاني أو توديه لأهله. That permit the infant to be handled while limiting the introduction of cool room air. هاي الشبابيك الصغيرة أو الأكسس بورتس الصغيرة تسمح لنا ممرضة أنه تقدر تتعامل ويا الطفل، بس بنفس الوقت نقلل تغير الهواء داخل الحجرة. هاي مبدأ العمل الأول أنه إحنا نخلي الطفل. الثانية الممرض أو إلى آخره يقدر يرفع أو ينزل البلاستيك هود، يقدر يفتحها بالكامل أو يفتح بوابة من عندها أو يفتح الشبابيك الصغار الأكسس بورتس حتى يعني يدخل إلى الطفل. بعضها some units feature an air curtain that cause warm air to sweep past the opening. الأير كورتين أو يعني الستارة الهوائية. الستارة الهوائية منو يعني عنده فكرة عن الستارة الهوائية؟ أكو حد؟ ستارة اللي ينام عليها الطفل لا ستارة هوائية فايتين مولات دكتور الموجودة يمكن بيبان المولات أو هيك شيء تعزل الهواء بيبان المولات اللي هي أول ما تدخل هواء كلش قوي يندفع عليك. فكرة هذا الهواء طبعا هو بالمولات يعني تختلف عن فكرته بالإنفانت إنكوبيتر. بالمولات يمنعون دخول الحشرات، تدفع البيج والذبان وإلى آخره. وبنفس الوقت نعم مثل هذا اللي ينفخ للتعقيم تمنع الغبار. هسه لا هاي الصورة ما تنشوفها.
من تنفتح البوابة الستارة الهوائية هي هذه مروحة كلش قوية تنفخ هواء تنحط فوق الباب تمنع دخول الغبار تمنع الحشرات تحافظ على حرارة المول الداخلية يعني انت مو خما كل ما تنفتح الباب تطلع البرودة من المول ونحتاج نبردة مرة أخرى لا تدفع هذه الستارة الهوائية تسوي حاجز هوائي يمنع انتقال الحرارة نفس هذه الاير كورتينز موجودة في بعض موديلات الانفانتين انكوبيتر من نفتح البوابة تضخ هواء حتى تمنع الهواء الحارد اللي بداخل الحاضنة انه يطلع للخارج وتمنع الهواء البارد انه يدخل النقطة الثانية النقطة الثالثة most incubator warm the infant by force or natural flow of heated air اغلب الحاضنات تدفي الطفل انتوا اذا شفتوا الطفل تقريبا يعني ملابس شي بداخل الحاضنة بس هذا شلون يحافظون إذن على حرارته بتمرير تيار هوائي حار تيار هوائي حار يظل موجود فتظل دافية الانكيبيتر ما يحتاج يلبس هدوم حتى يدفي نفسه تدفي الطفل بتيار هوائي حار At least one unit supplements air convection by actively warming the incubator walls to reduce radiant heat loss إلى آخر هاي هنا يقول في بعضها تجهز يعني بعض الانكيبيترات تجهز تدفئة لحائط الانكيبيتر حتى نقلل من الحرارة اللي دا نخسرها بالحائط انت هسه عندك هذا الحائط نفسه هذا الحائط ايضا دا يسخن ودا يشع حرارة من يشع حرارة راح نبدأ نفقد الحرارة الداخلية اللي بداخل الحجرة فحتى نحافظ على الحرارة الداخلية بداخل الحجرة في بعضها نوفر مصدر حرارة إضافي للأبواب على مود نقلل هالشي هذا Actively warming the incubator wall يعني حتى الحائط نسخنه حتى لا يبدي برا بارد ويصير تبادل حراري بالحائط وتبدي البرودة تدخل لنا جوا والحرارة تطلع لنا برا نسوي مصدر حرارة ضاف النقطة الرابعة another unit uses a mattress of warm water هنا أنا أكون في بعضهن نرجع للمنزل بعض الانكوبيترات الحديثة حتى السرير اللي ينام عليه الطفل هو سرير مائي مدفئ يعني المي حار يفوت بالسرير طبعا مو حار لدرجة عالية لا حار بنسبة بسيطة يدفينا الطفل هذه مثلها أكو الانفانت وارمر الانفانت وارمر غير جهاز ناخذها في يوم من الأيام أو تأخذها أعتقد بالمرحلة الرابعة فيقول لك السرير الحار يدفي الطفل بدلا من الهواء نقطة الخامسة أعتقد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة النقطة الخامسة heating and humidification systems are located beneath the infant compartment التدفئة والرطوبة موجودة أسفل الطفل هاي هنا هنا أنا هسا هاي حجرة الطفل هاي الحجرة هاي الحجرة هنا أنا هاي الماترس اللي نام عليها الطفل هنا أنا هاي فتحات الأكسس بورت هاي بوابة تنفتح بالكامل من هنا أو نقدر نفتحها بالكامل من هنا ونرفعها بشكل كامل هنا أنا هاي عندنا كنترول بانل وهنا هنا بداخل هذا موجودة كل غراض الانفانتين انكوبيتر هيتر ثرموستات حجرة ماء فلتر الهواء هذا فلتر الهواء صمام الأكسجين إلى آخره كلها موجودة أسفل حجرة الطفل هنا هاي جرارات إضافية للخزن هاي الترولي اللي هي العربة هاي بريكات العربة على مود توقفها لا تخليها تتحرك وإلى آخره فهي كلها ضمن سيستم واحد صغير
نقدر نشوفها حتى بهالشكل هذا، يعني مو شرط بها جرارات. هذه نفس الفكرة، هنا أنا حجرة الطفل وهنا أنا كل أجهزة الانكوبيتر. هذا النوع من الانفانت انكوبيتر، هذا النوع كل شيء موجود بداخل هذه، هاي فقط، هاي الكنترول بانل بها الهيتر، بها الثرموستات، بها الثرموميتر، بها الأكسجين سنسر إلى آخره. في بعض الأحيان من تعطل مجرد أنه من هاي الهندل، تشوفون هاي الهندل الصغيرة، هاي الهندل، هاي. إذا عطلت الانكوبيتر، لأنه عندنا إحنا جاي نتعامل ويا طفل ممكن الدقائق هي فرق بين حياة وموت، نفصل الكنترول بانل بكل محتوياته، نذبها على صفحة ونجيب كنترول بانل جديدة بكل محتوياته، نشدها للانكوبيتر وترجع تشتغل تماما كأنه ما عندنا أي مشكلة، بين ما نسوي صيانة الديج القطعة. لجهنا نقطة أنه عندنا أفان or natural flow circulation، أما مروحة أو تيار هوائي طبيعي يداور الهواء من الهيتر إلى أجهزة القياس فوق خزان المي حتى يرطب لنا الهواء والهواء يروح للحجرة الداخلية. هذا الشيء راح نشوفه إن شاء الله بصور خاصة بداخل الانكوبيتر. نقطة الأخيرة، most incubators are equipped with proportional heating control that provide electrical power to the heating coil in response to the difference between the actual temperature and the desired temperature. من نتعامل ويا جسم الإنسان، من نتعامل مع شيء دقيق مثل الطفل، لازم ناخذ أقصى درجات الحذر، لازم ناخذ أقصى درجات الحماية، لازم ناخذ كل شيء بالاعتبار. فمثلا عندنا أول نقطة لازم بها بطارية على مود في حالة طفت الكهرباء البطارية موجودة. النقطة الثانية، بعض الأحيان الشركات توفر دبل هيتر بداخلها حتى أخاف هيتر يعطل الهيتر الثاني شغال، دبل سنسر أخاف سنسر الأول يعطل السنسر الثاني شغال. والنقطة الأخيرة أنه إحنا هنا نتحكم بالحرارة بالهيتر عن طريق تقليل قدرة الهيتر. بالأوفن شلون كنا نقدر نتحكم بالحرارة؟ من يعرف ثرموستات؟ ثرموستات، الثرموستات. طيب الثرموستات شو يسوي؟ شلون كان يشتغل الأوفن؟ الثرموستات دكتور كل ما زادت درجة الحرارة يتحسس يفصل. يتحسس يفصل. بس بالحرارة دكتور نقدر نخفض درجة الحرارة، نتحكم بدرجة الحرارة بالطفل عن طريق يعني حجم الطفل، كل ما زاد حجم الطفل شلون يعني أوصف لك يا دكتور، كل ما صغر حجم الطفل زاد درجة الحرارة المطلوبة على. صحيح. خلي نجي نشوف الحرارة مع الوقت، هذا التايم، هاي التيمب، هاي بالأوفن. واضحة عندكم الصبورة؟ فنقول هنا الحرارة 25 وهنا الحرارة 300. اللي يصير عندنا بالأوفن انه الهيتر يشتغل، احنا رايدين 200 درجة الحرارة، هاي الحرارة اللي رايديها احنا. الهيتر يشتغل، تصعد درجة الحرارة قريب الميتين، الثرموستات يوقف عمل الهيتر، يطفى الهيتر، تبدي تبرد الحجرة، تنزل جوا الميتين، يريد يرجع الثرموستات يشغل الهيتر، تبدي تصعد الحرارة، يريد يطفي، وهكذا oscillation. اللي احنا رايديها هو الأفرج، يصير درجة الحرارة 200 أفرج. تمام. بس في نفس الوقت احنا الحرارة ممكن شاردة تصعد عندنا لل 220 ولا تنزل عندنا لل 190.
اكو 30 درجه زائد ناقص تتراوح 30 درجه. هذا الشيء ما مسموح عندنا ويا حاضنه الطفل، هذا الشيء ما نقدر نتقبله ويا حاضنه الطفل، لان الطفل خلي شويه نيو لا طيب خلينا نجي نرسم جواها. ويا الطفل احنا الدرجة الواحدة عندنا تسوي لنا مشكلة مع الطفل، فاللي نحتاجه مع الطفل هاي الحرارة هذا الوقت، اللي نحتاجه مع الطفل هو التحكم بقدرة الهيتر. هنا الهيتر قدرته ثابتة، كان نقول 1000 واط هذا الهيتر، أو للسهولة 240 880 واط خلينا نقول. هذا 880 واط احنا نجهزه ب 220، يعني هذا يسحب 4 امبير تقريبا. هنا لا، الهيتر هذا نغير عليه الفولتية، هنا الفولتية ثابتة 220 تجي من ال للوطنية. هنا احنا مستعدين ان نغير الفولتية، الفولتية نغيرها صعودا ونزولا. ليش؟ لان مقاومة الهيتر ثابتة، ما نقدر نغير مقاومة الهيتر، مقاومة الهيتر 10 اوم مثلا او 8 اوم الى اخره. بس اللي نقدر نغيره حسب القانون اللي يقول مقاومة تساوي الفولتية على التيار، مقاومة تساوي الفولتية على التيار. بما أن المقاومة عندنا ثابتة ما نقدر نتلاعب بيها، فنقدر نتلاعب بالفولتية، نصعد وننزل على بود نتحكم بكمية التيار الداخل للهيتر، وهذا الشيء يخلي لنا الحرارة تصعد وتنزل بالهيتر. فالهيتر يقوم شيء صار عندنا من تبدي تصعد الحرارة، خلينا نقول إحنا رايدين حرارة مثلا 38 وأقل شيء لازم 36، من الحرارة توصل لل 38 الفولتية تقل على الهيتر حتى تصير الحرارة أقل، من تبدي تنزل نصعد الفولتية، من تبدي تقل ننزل الفولتية، من تبدي تنزل نصعد الفولتية. هذا الشيء يخلينا الذبذبة جدا قليلة، فتتراوح ما بين 36.5 إلى 37.5، درجة التراوح هي 1 درجة سيليزية، هذا ممكن أقصى شيء ممكن نضحي به، وفي بعض الأحيان أقل من هالشيء. هذا هذا الشيء التحكم بالفولتية حيخلينا نصرف تيار أكثر، نخسر تيار أكثر، بس بالمقابل أنه إحنا محافظين على درجة حرارة ثابتة داخل الجهاز. بعض الأجهزة الحديثة تعتمد على هذا المبدأ، بعض الأجهزة القديمة لا، تعتمد على ثرموستات دقيق جدا حتى نوقف الحرارة، بعضها تعتمد على مبدأ البلس ويدث موديليشن حتى نتحكم بطاقة الهيتر، حتى نقلل ونزيد بطاقة الهيتر وبحرارته. فالهيتر هنا هو نفسه دي ينطي حرارة ما تتجاوز 40 سيليزية، بينما الهيتر هنا ممكن يطي حرارة توصل ل 300، بس احنا دا نطفي ونطفي الهيتر ونرجع نشغل الهيتر، نطفي الهيتر ونرجع نشغل الهيتر. لا لا، ما دا نطفي الهيتر، دا نخليه ثابت بس نتحكم بالفولتية الواصلة له. واضح حس الشيء هذا دكتور؟ نعم. هاي الحاضنة تشتغل بالشتاء مثلاً 36، بالصيف شلون إذا وصلت درجة حرارة فوق 50؟ إحنا بداخل الحاضنة ما لنا علاقة، إحنا نثبت حرارة. أولاً عدش مروحة لتداور الهواء فتبرد في حالة عندنا الحرارة أعلى، وتدفي مع الهيتر في حالة عندنا الحرارة أقل. ثانياً العزل الحرارة اللي متوفر للطفل اللي هو هذه الأكريليك يعني هود اللي موجودة، متوفر عزل حراري تمنع الحرارة الخارجية بنسبة معينة. نقطة ثالثة والمهمة أنه هاي داخل المستشفيات، داخل المستشفيات درجة الحرارة تقريبا ثابتة،
درجة الحرارة داخل المستشفيات تتراوح من 25 إلى 35. عشتي ليش ماني بخل سؤال لهنا. أنا كافي ننهي المحاضرة مالي اليوم. إن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل بها الإنفانت إنكوبيتر، والملزمة هاي ما بيها صور عن داخل الإنفانت إنكوبيتر، فإن شاء الله المحاضرة الجاية نشوف صور عن داخل الإنفانت إنكوبيتر، شون صاير شكلها، شون صاير الحجرة مال المي، وين صاير الهيتر وإلى آخره، لأنه العملي مفروض لو حضوري على الأقل العربة موجودة عندنا بالمختبر تقدرون تشوفوها وتفصخوها وتشوفون كل غرضها، بس هنا راح نحاول نعتمد على الصور والفيديوهات. أكو أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن ننهي التسجيل يخص المحاضرة؟ الكل نايمة من وراء الامتحان، فراح ننهي التسجيل.